كريم زميلنا العزيز كريم ليبرس موجود دلوقتي بيقول لنا شكل تاني من أشكال العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل اللي كنا بنتكلم فيه حالا. فكرة السلع التموينية واحدة من مصادر تمويلها الأساسية هي الضرائب اللي بتجمع من المواطنين. النهاردة كريم بيتابع معانا الضريبة أو من مكاتب التموين توزيع السلع التموينية لشهر أغسطس، والتوزيع مستمر رغم أجازة عيد الأضحى. ده خبر عظيم كريم جابه لنا النهاردة، اتفضل يا كريم. صباح الخير يا دينا، وصباح الخير على كل المصريين، وكل سنه وانت طيبه، وكل سنه وجميع المصريين بخير وسعاده دايما يا رب. فعلا زي ما انت قلتي، انا موجود دلوقتي امام احد مكاتب التموين، فتحديدا في محافظه الجيزه. احنا بنتابع مع بعض توافر السلع المختلفه التموينيه في مكاتب التموين وفتحها واستقبال المواطنين بشكل عام رغم اجازات عيد الاضحى المبارك. طبعا تفاصيل اكتر عن المكاتب وتوافر السلع واستقبال المواطنين، وطبعا نسبة قد ايه من المكاتب دي شغالة او غيره، معلومات اكتر معايا دلوقتي ضيفي على الهواء اللي هيكلمني عن التفاصيل دي، الاستاذ هشام الديجوي مسؤول لجنة التموين بمحافظة الجيزة. صباح الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب وبخير. خير يا فندم، وكل سنة عليك طيب، وكل سنة وشعب مصر كله بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. شكرا جزيلا يا فندم. عايزين نتكلم يا فندم عن استعدادات مكاتب التموين في عيد الأضحى المبارك، وهل هي فعلا جاهزة بالكامل لاستقبال المواطنين او لا؟ الحمد لله، احنا عندنا اولا الدعم ده 90 مليار جنيه موزع للعيش والتموين وفرق العيش. المخازن المفترض ان هي بيبقى فيها 3 شهور بضاعه ستوك موجوده للتجار. بالنسبه لنا احنا كتجار بيبقى المفروض عندنا 25% من التارجت اللي احنا بنصرفه كل شهر، فالكلام ده بوجه عام. بالنسبه للاجازات بقى بيبقى مضاف شويه، ولكن الحمد لله الناس بتنزل بردك في الاجازات، فاحنا البضاعه زي ما معاك شوف الكاميرا لو جابت هتلاقي البضاعه كلها موجوده. ده يمثل نص التارجت اللي احنا بنصرفه طول الشهر موجود عندنا من اول يوم. من تاني يوم وثالث يوم بيبتدي يدق عندنا بقية التارجت، يعني في خلال 5 ايام الاولانيين بيبقى عندنا تارجت الشهر كله. المخازن الشركه المصريه توجيهات طبعا دوله مع رئيس الوزراء معالي وزير التموين، التحدي اللي معاليه اطلقه في كورونا ان هو بيتحدى ان لو في ما فيش رف هيبقى فاضي. التحدي ده مستمر لغايه دلوقتي، ما فيش حاجه عندنا اسمها رف فاضي، البضاعه موجوده في المحلات وفي المخازن وفي المخازن بتاع الشركه المصريه، فالكلام ده متواجد. الجبهه الداخليه عندنا تمام 100 100، عندنا سلع استراتيجيه تكفينا زي ما قال معالي الوزير من 6 شهور لسنه. ده يعني ان من 6 شهور لسنه ان احنا ده هناكل منها بس، ده من غير انتاج، من غير زراعه، من غير استيراد، من غير ما بالك بقى ان في عندنا استيراد وزراعه وانتاج وكده. فالحمد لله والشكر لله الجبهه الداخليه كلها منتظمه ومستقره، ومش 100 100 بس، دي 200 100 ساعتك. ويا فندم بالنسبه لي نسبه القوى، يعني نسبه العماله وفتح المكاتب المختلفه بنسبه كام في الميه شغاله؟ هل شغاله بكامل قواها يعني 100%، ولا في مكاتب واخده اجازات ومكاتب لا وهكذا؟ النهارده الحمد لله والشكر لله كل الجمهوريه شغاله. يوم الخميس يوم الوقفه كل سنه عليك طيب، واول يوم العيد ده كان موافق يوم جمعه يوم 31، دي كانت الجمعيات هي اللي شغاله عشان اللحمه. يوم واحد في الشهر، يوم واحد في الشهر اللي كان موافق اتنين، يعني مش هنقول كل كان شغال، لا كان البعض شغال، كانوا مجموعات. النهارده بقى اللي هو موافق يوم 2 في الشهر ده كل جمهوريه شغاله بكامل طاقتها بكل عمالها. المخازن بتاع الشركه المصريه تعليمات طبعا مع معالي وزير التموين، تعليمات الدكتور محمد عاطف، الناس دي زيبها موجوده عشان لو التاجر احتاج بضاعه يلحق ياخد، يعني الدنيا كلها مظبوطه الحمد لله. طيب استاذ هشام، اخيرا وسريعا، في اشاعه وصلت للمواطنين انه الكمامه بقت اجباري على المواطن وهو بياخد السلع التموينيه، عايزين مدى صحه الكلام ده في اجابه صحيحه او لا، وما يغلاش عليك، هل هي هتستقطع من المواطن
بعد كده ولا مش هتستقطع من المواطن في يعني إجابة قصيرة؟ أولا الكمامة مش إجباري، دي سلعة زي أي سلعة، الزبون ليه حق الاختيار، زي ما بياخد كيلو السكر أو كيلو الرز بياخد كمامة، عايز ياخدها ياخدها، مش عايز ياخدها ما ياخدهاش. الكمامة مجانا، سعر 8.5 جنيه زي ما قلنا، ده سعر استرشادي ما بيننا وبين الوزارة، هو بياخدها مجانا زي ما بياخد التموين بتاعه. الكمامة زي ما سعادتك شايف متبطنة، ما فيهاش ما بتجيبش حساسية حاجة كده، وجميلة يعني، والمواطن بياخدها ببلاش وبتغسل 30 مرة، فدي بالنسبة لنا دي قولا واحدا بالنسبة له فايدة يعني، ولو عايز ياخدها أنا وسهلا، مش عايز ياخدها خلاص. بالنسبة لل 200 جنيه زي ما قال اللي هو عمرو مدكون مستشار مع الوزير، وزارة التموين هي بس سلمت قاعدة البيانات لوزارة المالية. التموين زي ما هو 50 جنيه في التموين، وفي العيش 90 جنيه وفرق العيش وهكذا، ده قصة التموين. لكن ال قاعدة البيانات بس هي اللي سلمت، المواطن ما هيخصموا له اللي هو 200 جنيه للفرد، ولكن هو مش هيدفعهم، ده اوفر هديه من القياده السياسيه، زي الدعم، احنا عندنا الدعم بتاعنا 90 مليار، دي هديه اضافيه عشان تنشيط التجاره الداخليه. شكرا جزيلا للاستاذ هشام الدجوي مسؤول لجنه التموين بمحافظه الجيزه، وزي ما شفنا كده مع بعض يعني دي رسائل طمانينه للمواطن بتوافر جميع السلع الاستراتيجيه، والناس ما تقلقش وما تتبعش الاشاعات، ودايما تستمع للجهات الرسميه عشان تاخد معلوماتهم منهم. وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والمصريين جميعا بخير.